الرحمن الرحيم. بوكشيري دا صابر رئيس مكتب جمعية سواعد الإحسان لبلدية شعيبة وبالتنسيق مع جمعية إرشاد والإصلاح إضافة إلى جمعية ناس الخير لبلدية شعيبة نقوم بإفطار الصائم في إفطار الصائم في هذا الشهر الفضيل وبمناسبة بهذه المناسبة الطيبة التي نقوم بها على مستوى الطريق الوطني رقم 46 نحن نقوم بإفطار تقريبا ما يقارب 50-60 أكبر حتى من 100 في بعض الأحيان كل من يمر على بلدية شعيبة أو بهذا الطريق. وبهذا الصدد ندعو كل عابري السبيل إلى زيارتنا وإلى زيارتنا حتى وإن تكون زيارة تخص كما نقولوا حتى إفطار خفيف حيث نقوم بوجبات ساخنة ووجبات كما نقولوا وجبات خفيفة للصائمين أيضا نتقبل إن شاء الله يتقبل صيامكم وقيامكم وإن شاء الله يتقبل هذا الفعل الخيري الفعل التطوعي الذي يبين مدى المواطنة الجزائرية ومدى الروح الوطنية إن شاء الله ونشكركم.